من وقت أزمة كورونا اللي مرز علينا من سنين وجدل اللقاحات ملاحقنا وما بيخلص، وكان في كثير من الناس اللي رفضوا ياخذوها، ومنهم طبعا اللي كان مجبر على أخذها بسبب القيود اللي كانت مفروضة بخصوص السفر. طيب نحن كنا في تفاعلكم وقتها، يعني مجموعة من الفنانين عرضنا عليكم مجموعة من الفنانين اللي شككوا في كورونا وفي اللقاحات، ومؤخرا كثير كمان صرنا نسمع عن إنه اللقاحات أضعفت مناعة الجسم وجلسة بتسبب أمراض وجلطات، وكمان تناولنا الموضوع هذا في البرنامج. اليوم الفنان رامي عياش طلع وبصوت عالي كمان أعاد هذا الجدل من بعد ما طلع في فيديو وقال إنه هو جسمه تغير كثير، وقال بصوت عالي إنه منظمة الصحة العالمية خدعت العالم، ووصف كورونا واللقاحات بالكذبة الكبيرة، وقال إنه هو عبارة عن مؤامرة وتجارة طبية. كيف هالبانديميك وهالكورونا الكذاب واللي شارك فيه أطباء العالم، 90% من أطباء العالم شاركوا بهالجريمة يلي خلونا كلنا نصدق موضوع الكورونا والفاكسين يلي ما بعرف 13 يوم أو شهر خلق بالوقت اللي فيه فاكسينات إلى أكثر من 30 سنة مش عم يقدروا يعملوها. شو هالكذب الكبير وشو هالمؤامرة الكبيرة على كل البشرية صارت؟ للأسف صدقناهم، صدقنا منظمة الصحة العالمية يلي هلأ ثلاث أرباع السي اي اوز عم يطلعوا ويكسبوا كل شيء حكيو كانت تجارة طبية لا أكثر ولا أقل. تغيرنا، تغير جسمنا كثير، صرنا أقل قريب يقعد 15 يوم. صراحة اليوم أول يوم بظهر كان عندي تقريبا 15 يوم بشكل سيء، وكل قريب هيك عم بيكون صراحة، مش هذا مش أول قريب، وكل الناس مثلي. كل ما حدا يطلع يحكي يشتموه، كل ما واحد يطلع طلع حكي عن هذيك المرة فنانين طلعوا حكي وشو عم بيصير معهم صاروا يشتموه. هيدا الفاكسين كسب كتير كبير وتغيرنا، تغير جسمنا. فالله نشينا من الجاي، الله نشينا من الأعصاب، لأنه ما بقى نصدق شيء، ما بقى نعرف بمين بدنا نصدق، ما بقى عارفين شو بدنا نحط بجسمنا، شو بنحط بجسمنا. انا اضطريت اخذ الفاكسين لانه بامريكا منعوني ارجع على بلدي اذا ما باخذ الفاكسين، وحالتنا كلها تغيرت، ذاكرتنا تغيرت، صحتنا تغيرت، مناعتنا تغيرت. ان شاء الله نعيش كثير شك. يلا الحمد لله على السلامة للجميع، وان شاء الله تقطعوا من هالكلمة. فيديو رامي عياش اللي تداولوه قالوا انه نزل ستوري انستغرام، لكن احنا لما فتحنا حسابه ما لقينا ستوري، لكن عموما ما نقدر ننكر انه سواء اختلفنا او اتفقنا مع كلامه، لكنه بيعبر عن شريحه واسعه من الناس اللي بتتكلم حاليا وبتشتكي من اعراض بيقولوا انه سببها لقاحات كورونا، ضعف بالرئتين، ضعف مناعه، فقدان ذاكره، جلطات وكثير امور ثانيه جالسين بنشوف وبنسمع عنها بزياده مؤخرا، وناس بتقول انه الفاكسين هو السبب. خلينا نستفسر من مختص، وهو طبعا بينضم إلينا عبر زوم من الرياض، الدكتور ثامر الخشان استشاري الأمراض المعدية. أهلا فيك معنا دكتور ثامر. طبعا يعني أنت وقت كورونا يعني كنت ضيف أساسي يومي معنا، يعني فالعودة هذه يعني عودة بعد غياب شوية يعني، بس الواضح أزمة كورونا مستمرة. يعني مساء الخير سارة، مساء الخير مشاهدين ومشاهدات تفاعلكم. إن شاء الله ما تشوفونا كثير طبعاً أجين، عشان ما يعني لا تدورنا في أي وقت، بس إن شاء الله يعني تكون الأمور طيبة. الآن يعني الاتهامات واضحة وصريحة، يعني بنتكلم عن الفنان رامي عياش بيتكلم عن تجربة شخصية هو مر فيها. الرجل بيقول انه جسمه ما عاد زي اول، بيتكلم انه هو صار يصاب كثير مثلا بنوبات برد وما الى ذلك، انه ضعفت مناعته، بيتكلم انه فقد للذاكرة. هل فعلا هذه الاشياء مرتبطة باللقاح؟ تمام، طبعا كل الاحترام للفنان، بس انه اجين يعني لما نبغى نناقش الموضوع اي ثينك لازم نناقشه بشكل موضوعي اوبجكتيف. الاشياء اللي ذكرها طبعا وجه الاتهام 90% من الاطباء، بس I'll try not to get defensive، يعني احاول ما اكون دفاعي.
ايوه لا, لا 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 تكون دفاعي, لانه الواحد يعني صراحه لما يتعب يعني انتم اول ناس حتنلاموا الصراحه, يعني جسمكم لبيس في الموضوع ده. لا لا صحيح كلامك. طيب خلينا نشوف الموضوع بشكل موضوعي وبشكل علمي. يعني اجين طبعا في شريحه من الناس لما تتكلم في هذا الموضوع للاسف هذا يمكن الشيء ما نتكلم فيه كثير, فكره انه لهم اسبابهم اللي يمكن تكون غير موعيه, حتى يمكن هم ما يعرفونها ليش قاعدين يقولون هذا الكلام, يعطيهم راحه نوعا ما, يعطيهم مكاسب نفسيه, يجنبهم بعض الاشياء. فهذول الناس مهما قلنا ما راح نقنعهم. فخلينا نتوجه للشريحه اللي لا بالعكس حابه تعرف وحابه تعرف العلم وش يقول. طريقة الإثبات والنفي في العلم عمرها ما تكون كلام, أي أحد يقدر يطلع ويقول أي كلام, تمام؟ ممكن أطلع لك نظرية الحين أقول لك مثلاً أي شيء, المذيعين الطوال دائماً دمهم ثقيل. Again, عادي هذه يقولها وإثبتها أنا قصير مو مشكلة. تمام, فبس إنه بدون ما يعني نخضعها لتجارب علمية ونقول أوكي سوينا دراسة وسوينا دراسات وأثبتنا أنه صح العوامل إيوة أنه يكون فيه فعلا بس, ولكن إحنا موضوع كورونا الناس بيردوا على هذا الكلام بيقولوا اللقاح طلع في 6 شهور يا جماعة أنه أرحمونا, يعني هذا كان لقاح مستعجل يعني ما تأكدتوا منه تماما, وفي نفس الوقت أنه ما لحقتوا أصلا تدرسوا تأثيراته على الناس. تمام, أنا طبعا خليني أرد على النقطة هذه بالذات. النقطة هذه بالذات لما أحد يقول لي كذا أقول طب إيش طال عمرك الوقت المناسب بالنسبة لك؟ يعني ما في يعني اللي يجوج يقول سريع ما يعرف الآلية اللي حصلت فيها. أول شيء الآلية التقنية أو الوتيفر اللي استخدمت في اللقاح ترى ما كانت جديدة, يعني هي موجودة وتدرس من سنوات, بس تطبيقها على كوفيد وعلى كورونا كان جديد. لكن القصد أنه يعني بدون توحيد العوامل زي ما قلت لك, بدون ما يكون فيه فعلا دراسة, إحنا ما إحنا دفاعيين على النقطة هذه بالذات, بالعكس إحنا نطلب من الناس أنه إذا في أعراض جانبية بليز لوجت وخلينا نشوف وش اللي حاصل, لأنه بدون توحيد العوامل يمكن المثال الشهير حق اللي ربطوا مثلا القهوة بالسرطان, بس اكتشف بعدين لا أن الناس اللي تشرب قهوة أكثر دخنوا كمان, عرفتي؟ فيعني بدون توحيد العوامل خصوصا انه خصوصا مع اللقاح الان الان دكتور ثامر, هل عندكم اشياء مؤكده تاكدتوا انه اللقاح فعلا ممكن يسببها كاعراض جانبيه؟ اللقاح بشكل عام زي اي شيء في الدنيا ما في شيء يكون بيور بدون اي شيء, في اعراض جانبيه بسيطه في موضع الابره, في اعراض طبعا اعراض المدى البعيد هذه برضو ما حتقدر تعرفها الا ما يكون في فعلا دراسات في هذا الجانب. انا بس برد على نقطه مهمه جدا اللي قلتيها على موضوع كذبه كبيره, هذه يعني صراحه شيء عجيب انه الناس الى الان متمسكه في فكره انه كورونا كذبه كبيره. يعني اتليست ما كان في شورت سيلينج قبل كورونا, فاتليست ما كان في تخطيط يعني. شكرا انك تابعت الفقرات في البرنامج, رائع. لا معاك على طول. فالفكره انه يعني الناس ماتت, الناس دخلت العنايه المركزه, كيف كذبه ما اعرف. يعني التفسير الوحيد يكون انه الناس فعلا يعني قاعد يستخدمون هذه كحيله نفسيه او وات ايفر, انه يعني كانه يبغى يلبسوا الموضوع. اي اعتقد ايوه لما احد يقول كذا انا دائما اقول للناس يعني انتم بتهينوا فئات كبيره خسرت اغلى ناس عندها بالكورونا. طيب بس مثلا لما بنتكلم نحن نقول لك انه في ما بعد فتره كورونا واللقاح صراحه في لاحظنا زياده في الازمات القلبيه, يقول لك ارقام الناس اللي بتدخل مثلا تنام ما تصحى, يعني كمان يعني الموضوع برضو مقلق. بس ما ينفع ناخذ فيه ملاحظة هذا الشيء, يعني زي ما نفس الكلام ما أبغى أستخدم التقرير السابق, بس الفكرة أنه بدون ما يكون فيه أوبجكتيف دليل أنه فعلا الأرقام الآن أزود من الأرقام لهذا, وكمان العوامل متغيرة كثيرة. يعني أفهم منك دكتور ثامر أنه نحن حنحتاج يمكن أبو 10-15 سنة عشان نعرف إيش صار في أجسامنا من اللقاح؟ لا 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 مو الفكرة, الفكرة لو كان فيه فعلا يعني شيء معين تمام ملحوظ في اللقاح وكذا, ما حيكون بس الأفريج الطبيعي حق الجلد. يعني هذا الكلام كله سواليف مجالس, يعني انه والله لاحظنا عشان انا اعرف جاري وفلان وفلان وفلان, طيب هذا مو دليل علمي. يعني لازم يكون فيه اعداد مدروسة بشكل موضوعي بحيث أنه أقدر فعلاً ألوم اللقاح فيها, لأنه اللقاح كمان لا تنسين أخذوه ملايين البشر. صح. تمام؟ في كمان أضعاف الأرقام اللي قالوا عليها ما صار لهم شيء, طيب ليش؟ يعني هنا الفكرة, يعني
يعني زي مثلا اجي اقول والله مثلا اللي يسوق السياره عرضه انه طب كل الناس تسوق السياره، ايوه عرفتي؟ طيب صح، بس انا خليني اقول لك شيء كمان دكتور ثامر، صراحه مع اللي بينقال والحكي اللي بيصير، كثير ناس جالسه بتقول احنا ما رح نرجع ناخذ هذا اللقاح مره ثانيه. طبعا يعني الناس للاسف اللي ما يعرفون انه اللقاح هو بعد فضل الله طبعا انه هو اللي غير مجرى الجائحه بشكل عام، يعني ما كنا نعرف ولا ممكن نتخيل ايش كان ممكن يصير بدونه، يعني ما كان له دور كبير جدا. فاللي اقدر اقوله في هالنقطه هذه انه يا جماعه اعتمدوا على الاشياء العلميه، مو معقول اي احد يجي يقول اي كلام ولا يكون معصب ولا يومه سيء ولا نام على الجنب الغلط ويطلع يقول والله لا لعبوا علينا والاطباء ضحكوا علينا والناس، يعني عرفتي ما اسمع. إيه لا فاهمة عليك على هذا الموضوع. طب يعني أنت لو مثلا رحنا أخذنا لقاح الإنفلونزا بما أنه صار له سنين طويلة جالس، هذا نعرفه من زمان، خلاص ما ناخذ كورونا، مو ضروري. المشكلة حتى الإنفلونزا ما سلم للأسف، مع أنه على قولتك يعني مرة آمن ومهم جدا ويقلل بشكل واضح، إيه بس نعرفه حتى من الإنفلونزا زمان ما هذا. سلم. بس برضه ستيل في جهات كثيرة وحتى في أمريكا وفي أماكن طيب ثانية يعني ضد اللقاحات وأنه صح هتضعف المناعة، وهذا كلام علميا عاري من الصحة تماما أنها ما تضعف المناعة، يعني أنه تنقص المناعة أبدا، هي فكرتها أنك بالعكس تساعد في المنع وتقليل احتمالية الإصابة الشديدة بإذن الله. طيب انا عارفه انه انت طبعا، انا دايما لما بنتكلم في هذه المواضيع احس ضغطك بيرتفع بعد الحلقه يعني او خلال الحوار، لانه يعني كل الاشياء اللي بقول لك اياها يعني سوالف مجالس على قولك انت بتحسها، لا بالعكس بالعكس، فاعتذر. هذه الفكرة الأساسية، توضيحها للناس عن طريق يعني القناة حقتكم عن طريق الشانل هذه، بالعكس يعني هذا دورنا أتوقع، وأنت أتوقع هذا هدفك سارة. اي طبعا، ولسه يعني ما وصلنا لنهايه النفق يا دكتور ثامر. آه لسه إن شاء الله بإذن الله قربنا. أنا مستنية كلامك ووعدك من زمان. طيب خلاص نشوف، شكرا لك، كان معنا من الرياض ثامر الخشان استشاري الأمراض المعدية، شكرا لك.